the first state ever. You left your home country, coming from everywhere, from all corners of the world, to this land. What is your purpose? Even for those who are born and raised in here, but you left whatever you had before Islam and coming, migrating to Allah in Islam. What is your plan for Allah subhanahu wa ta'ala? Your deen, your religion, Allah and Rasulullah, to be the best creature ever, guided, supported by Allah subhanahu wa ta'ala. With Hijratul Mustafa, we'll see how he planned for it, how he left Mecca and went to Medina, and along with whom Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda, how was supported and guided by Allah subhanahu wa ta'ala, inshaAllah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك راية الحق والدين انصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين اللهم انصر من نصر أمة محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل أمة محمد ولا تجعلنا منهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وكن لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأخواتنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكل المسلمين أجمعين إليه هذا حلنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتم السعادة أجمعين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزيدكم قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأستودعكم الله.